جزاهم خير ويبيض وجيههم. يستاهلون والله يستاهلون منتجاتهم. الله يستاهل عبد الرحمن قال هديه لعبد الرحمن الفراج. قلت الله يجزاهم خير. الغريب ان عبد الرحمن ما ياخذ هديه، مو الغريب عبد الرحمن. الله يسعدكم يا رب، اختراع جديد نجاح فقره. الله يوفقكم. اول شيء انا من يوم قال من يوم المطبخ انا لقيت انتم جاهزين بس تطبخ، خاف انكم نسيتوا الطبخ. لا فعليهم. كيف هذا عزام يطبخ كل يوم يطبخ قعدان وذبايح ما يقعدان. الله يكرم قلقل ومدري ايش. يلا هارد لك يا شباب، هارد لك يا شباب. معليه معليه اجر وعافيه. على هذه الدنيا. السلام عليكم. السلام. اهلا اهلا. هلا والله. فين مرجان؟ تعال هلا. كيف حالك؟ ترى خاطر سلمتك العهده يا الامانه. الخاطر رجال. طلعهم طلعهم مبكر. ها؟ بيعن وين؟ هلا قربك يا هلا. هلا والله. الله يجعلها ترحب ملايين. هلا هلا هلا. كم والله نور السجن. انا والله ما بحط بذمتي شيء، بس عشان ما تعتقد ان انا لي علاقه. علم شيء اقسم بالله العظيم، بس انا اعرف رب العز ورب العزة ما لي اي علاقه. انا اقول ما لك انت، لكن اقسم بالله العظيم علم شيء. سارق جوالي سامي ابو معيط. اقسم لك من فطر السماء نظم. اقسم لك بالله والله الشيف قصدك في شيء اسمه من يوم بدات رصيدك تقييم على طريقه الطبخه اللي انا جابوه هذا اعتذر. انا اعترضت عليه عموما الطبخه، بس هو يقول لا لا هو ما قيم على طريقه الطبخه. هو يقول شكلها بعد ذا ما له علاقه شكلها. ترى غيركم ترى في ناس اعترضوا على اشياء كثيره منه هو مو بس انتم. ذوق الملح اللهم انك فيه. والله ذوق الملح والله ما شفته حتى. عموما الله يجزاكم خير ويسعدكم، وعموما انتم تستاهلون كل خير وتستاهلون والله الفوز والنجاح. الله يوفقكم حبيبي. الله يسعدكم. اعتم فيهم يا طلعهم بكر ما دام راجع. لا تاخرهم لو سمحت. راجع موجود. لا وراء انبسطت. ايه تو يجيك راجع. تو يجي انبسطت الحين. تو يجي حياك يلا. الله يسعدك. تمر شيء شقتي حبيبي السجن والله زين متعش. انت كان عندك تارجت السنه هذه انك تكون متسابق لما دخل السجن، فانا زعلان انك دخلت السجن على اخر البرنامج. اقسم لك بالله نظل. لا اله الا الله. لكن الله اقول كلمتين اقول كلمتين اقول كلمتين حسبي الله وانتهى الموضوع. يعني تقول اذا سووا تقول اذا سووا افهم كيف يعطونا خيار اختار اي طبخه. اختار طبخه ان شاء الله اسم الطبخه خويشه اسمها. ما يقيم عليها صح؟ يقيم على طعم؟ على الطعم. يقيم على ايش؟ يقيم على قفازات على اشياء. كلنا مشينا فيها. الان هذه ما هو مقلقش. دخلك انت مقلقه ولا عليت من الملح؟ يلا خلاص يا شباب عليت من الملح. ما عليه يا ابو ميض ما عليه. عليت من الملح صح ولا لا؟ انتم يا رجال خلينا يعني معليش ما له بلاش. انتم مشكله ان اقل واحد رصيد واكثر واحد رصيد. والله يبيع يبيع كذا. والله شوف انا ما سلت عنها فلوس. والله ما سلت عنها بس اعطني حقي. لا ما فرقت معي. يلا ما عليه ما عليه ما عليه معليش دخل السجن بحق. بدر فين ايه اصبر ما يبغى يزعل بس لا يعني والله ما في وقت. لا ابو علي يلا ما نبغى يزعل بدر والله لا اي ما خلاص نعرف يا مرجان ماسك على الشباب. لا لا سريع سريع الخاطر اوكي كويس ان شاء الله. تدري مرجان شو تقول شيء الربع ناقصكم شيء. بدر لابس جزمه ولا طامس؟ خلاص تقول بدر لابس جزمه ولا بطامس؟ ليش؟ ترى هو جاي ايش قال؟ ايش يستخف؟ فكر عليه فكر عليه فكر عليه. يلا بسم الله طقني الجوع في الباب. خل 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 وايش تبغى انت بس؟ سلمان ايش في خاطرك؟ والله خاطري شيء يا رجل. يلا عوف عوف والله خاطري شيء. كيف الحال؟ اخبارك؟ خلاص بسم الله. حي الله راجع. حي الله راجع. شوف انا قلت بيجي الجمعه والختام وباقي راجع ما برني، لازم يبرني. يلا بعد. والله انت انت جميل. الله يخليك. لكن والله شوفني احلف بالله ان ما دخلت هنا لظلم والله بل مختصر. الله في الله في الله في احلف بالله انه ظلم. اول شيء بعلنك بعد السالفه قالوا نختاروا الطبخات اختاروا حلوين وجيبوا لنا المقادير. تبغاني افرط لك السبحه كامله؟ قالوا جيبوا المقادير يعني اعطونا الطبخات احنا نجيب لكم مقادير. طلبت منهم لحم. ايش اول شيء جابوا لي لحم اللهم لك الحمد عشان اعطيك علوهم الصدق. لحم اللهم لك الحمد من يوم دخلنا وريحته طيبه ما شاء الله. الحاله الثانيه يقول نقص كم درجه؟ خمس درجات. على ايش؟ على طريق على الطبخه ما هي كذا. طريقه الطبخه ما هي كذا. وش دخلك طريقتها ما هي كذا؟ معليش يعني مع احترام شديد انت عليك انت تقيم على ملح صح ولا لا؟ صح. انا اخترت الطبخه بكيفي هذا كيفي ذا. انت اعطيتني اختيارات خاصه انا اتصرف.
هذا الثاني الملح اقسم لك بالله ما هو بناقص الملح. تبغاها صدق؟ روح ذوق انت. والله ما هو بناقص. يلا. ولا كات كم يقول 9000 لايك؟ يلا يلا 9000 لايك الوقت. والله ما عمره وصل 9000 لايك لكن ما بظلم حدا. يلا ليش بقول؟ ابغى اقول حسبي الله ونعم الوكيل سلام عليكم. شوف دام الوضع فيها ما ادري وش فيها. ان شاء الله الاسئله تكون حلوه وسهله. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. من اقدم المساجد التراثيه الذي بنى في القرن الخامس عشر ويسمى مسجد القبب؟ القبب اين يقع؟ كمان انا خلق نفكر. روق روق خلاص يعني انكتب عليك الله انك تسير عليه. انا مكتوب لي من اطلب الجمهور بس الجمهور عندك واستكل معه. هذه بروفا يا راجع عشان برايم. يلا اكشن داي. اللهم امي لا اله الا الله. من اقدم المساجد التراثيه الذي بنى في القرن الخامس عشر ويسمى مسجد القبب اين يقع؟ سلمان سمي بعدهم. والله ما ادري. من اقدم المساجد التراثيه الذي بنى في القرن 15 سمي مسجد القبب اين يقع؟ والله ما ندري. ف اول شيء نشكر اللي صوتوا جميع من دعم جميع من سوى لايك. بيض الله وجهه الله يحرم وجهه ودينه عن النار يا رب امين. وما قصروا لكن انت تريد وانا اريد الله يفعل ما يريد. طبعا ما ادري الجواب ما اعرفه. بيجيك ان شاء الله ما راح يقصر ان شاء الله. ما راح يقصر ان شاء الله بيجيك بيجيك الخير اصبر. بارده جواب بارده. اي جاز يومين نوم نوم نوم. ودي اساعد بما راجع اول مره يجيني. ود ما شاء الله عليك يعني. سلمان ليش صرت مهرات دخلت السجن؟ الله يهديني. بس الايدي الخفيه والله. يلا راجع امشي جمهورك راجع بيساعدك. والله جمهوري اعطاني ما قصر ما خلى عني شيء ما اعطاني اياه. والله اعطاك والله ما قصر. اعطاني انا احلف انه معطيني ال 200 هذه لكن شك والله. يعني تشك في الاداره يعني؟ وش هو؟ انا اللي اشوفه ظلم اكذب الحق انقال لازم اقول الصدق. ساكت عن 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 الحق شيطان اخرس. شيطان اخرس صح ولا لا؟ ترى على فكره هذه مسبتنا زحمه ذي. وشو؟ هذه ازين لكم والله ازين. والله يقول لك هذا عشان ايش؟ عشان يطلع سجناء. خلاص سجناء. سجناء ما يحتاج تطلعون سجناء عشان تطلعون سجناء. لا حول ولا قوه الا بالله. فانتم سجناء. فاخر البرنامج دخلت السجن يا راجع. والله والله ما دخلت حق ولا هذا متعود انا. والله والله يغبن. والله شيء غبن يعني. لا شوف لا لو كل واحد حتى انت اول ما جيت قال جدار يقولوا ترى سلمان جاي سلمان جاي. مو مشكلة بس لو احنا لو احنا حاطين طبختين زي بعض وطابخين وحنا نقص الملح وحنا خربطنا الطبخ ما عنده مشكلة. نقول دخلنا عشان نحسن الطبخة. لكن تقول لنا اطبخوا على كيفكم طبخة وجيبوا انتم اللي تبون ونطبخ. ابو عيد طالبك طلبة تاخذ حلاوة من حقت اسيل. يا سلام. اسيل. الله. الله. شكرا. تعال يا سلمان. واقف يا الله ابو اسيل. واقف يا قبل يعني. يا الله يا كريم. محافظة جرب سألهم. أه؟ أنا الله يخلي أهلك يا أنا رب. نفس الإجابة من المعرفة. أبو عريش. أبو عريش. ما الظاهر إنه أصبر أصبر. من أقدم المساجد التراثية. أبو عريش في جازان. وين يا تركيا ولا وين؟ أقول لك وين؟ تركيا. ما أدري. اي ولا لا وش اللي ما ادري. شوف شوف انا الاجابه صحيحه انت اذا جبتها على طول بعطيك اوكي بدون ما تتردد ولا اي موضوع.
يعني ما هو في تركيا؟ لا لا مو في تركيا. اسطنبول؟ يعني ايش جاب اسطنبول في تركيا؟ اسطنبول اكيد اكيد يقع بجازان. جازان جازان اي في باريش جازان. والسلام عليكم. جازان صح في محافظة باريش. اجابة نهائية ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نثبت ان شاء الله يا رب. دينا في محافظة اكيد ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله عمد. اطلب جمهور ترى إجابة جابة خطأ. ايه يطلب جمهور. كل العام تقول في جازان. كل العام تقول في جازان. ايه شوف ها. ونعم فيكم والله. الإدارة تقول لك غير كذا. والله ونعم فيكم. ايه والله جيهم. شوف الناس لأنها تقول الحق. شوف ايش قاعدة تقول. وش تقول؟ تقول ما نبقى يعني أنا صارت بس. لا والله ما زعلوا أنتم وراي. شوف شوف يعني شوف إن شاء الله. والله قبل كل شيء موجود. يا عيال يا تجاوبون ولا ترى خلونا نروح ونسجنوا. طيب قلت لك جازان. جازان مكتوب ها يقع في منطقة جازان. خلاص الإجابة خطأ. نروح سؤال ثاني. لا نجاوب جواب ثاني. بتقول له طيب سؤال في السعودية ولا برا السعودية؟ برا السعودية. قاعد أقرب أنا. القبب يعني معناته أنها ممكن تكون في هذا الشكل هذا. تونس. إي ممكن تونس. تونس؟ راجع اطلب جمهورك والله ادخل مغب براسك. طيب مسجد شو مشكلة يعني اذا جاك اول مرة غلط؟ ايه ترى ما اعرف نظام السجن اول مرة عشان كذا يعني سلمان يعلمك المفروض نظام السجن ما شاء الله سلمان علمه. والله شوف يا حبيب قلبي انا خاطري ايش ايوه خاطري ايش؟ هنا النظام مش طالب جمهورك وجمهورك يعني كله شوف يقع في ابو عريش والله مكتوب غير محافظة ابو عريش. ايش فيك انت؟ أتي تراكم أنتم مخطئين يا أخي. القبب هذه صدقني غلط. تراكم أنتم مخطئين. تونس يا أخي إحنا الإدارة ما نخطئ. إحنا الإدارة كفر والله صوتنا تونس. تونس تونس صح. سلمى إيش رأيك؟ سلعة بروح سأل بعد تكفى. تونس تروح السؤال اللي بعد. أنت أول شيء عدي بالسؤال الأول. مسجد الستين في بنغلاديش. بنغلاديش أحمد العنزي. نعم. أكيد بنغلاديش. بنغلاديش رام. يلا بنغلاديش ولا تونس ولا بنغلاديش. جازان بنغلاديش. بنغلاديش yes. الإجابة صحيحة. الله شفت كيف كيف على طول يعني أنت أعطيني وأنا أعطيك. الله كيف الله كيف تلعب تبادل معلومات. يلا السؤال اللي بعده كذا حلوين كذا حلوين. شفت السؤال أنت يوم تركز تركز وتركز وتركز بتجاوب. راجع ما عنده خبرة في السجن. ما خبرة يا سلمان. والله يا قلبي تحس منه تحس ما ودي أجاوب يعني. هذا غلط إننا ما مر الهيبي واخذ منك كورس وجاء مفروض تأخذ منه. الحين تعديت الهيبي يعني. تعديت انت صح. انت تعديت الهيبي. سؤال سؤال اللي بعده كان بي عن ويه ويه ويه. طيب يلا السؤال صح اسمه ما تجي. كان بي عن ويه. كان بي عن ويه هذه الشاخص صح. هذه الشاخص الأجنبية ماذا تعني؟ هذه تعني يا راح قدام ولا يسار. يعني فيه يمين طريق يسار. هذه الشخصية الأجنبية ماذا تعني؟ في طريق يسار يعني في طريق يسار. معناته انه في طريق يسارك ممكن يدخل عليك ممكن اي شيء انتبه منها. او ممكن واحد يلف يسار. غيره ترى غيره ترى لا لا طريق. تقاطع طريق. تقاطع طريق. تقاطع نهاية الطريق. نهاية الطريق. حبيبي حرف تي يعني تقاطع طريق. طريق مسدود. حرف تي يعني تعرف يوم يقول لك حرف تي يا يمين يا يسار. شوف شوف. شوف شوف. هذا معناه طريق مسدود. لا لا لا. يعني حرف تي. انت اطلب الجمهور وهذا خبرة السجون وذا. حرف تي يعني في شارع يمين في شارع يسار. هذا لا. هذا ينتهي. الا اطلب الجمهور يعني. جبت كيف؟ يا جمهور ادعوا لي ان الله يوفقني ادعوا لي ان الله يعطيني